واليوم نتكلم عن موضوع يهم كثير من اللي يحبون يبدون في إنشاء محتوى من خلال اليوتيوب وأخذ قناة ومحمل الجد، ولكن يفكر في كذا تحدي موجود وهو كيف أقدر أوصل لشريحة كبيرة. هل أنا أقدر أوصل بأجهزة ثمنها غالي، ولا بإمكاني أوصل وبدون هذه الأجهزة بشيء بسيط واللي يقدر يحقق لي اللي أنا أبغاه؟ في البداية لازم ننتبه، أنا راح ألخص هذه الحلقة بطريقة مختصرة وبسيطة. أول شيء لازم نبدأ فيه ونفكر فيه أن أنت يكون عندك رسالة من خلال هذه القناة وراح تنشرها. هذه أهم فكرة لازم تكون في بالك. إذا أنت عندك محتوى ويالس تفكر في التنويع فيه، فاليوتيوب منصة جدا ثرية ممكن أنت تحصل فيها متابعين، ولكن اهتم في المحتوى اللي أنت راح تنشره وكيف بتقدر توصل في ظل وجود قنوات عديدة بالملايين ويمكن فيها تشابه كبير من أفكارك ومن المحتوى اللي تنقله. انتبه، وهاي أقولها وكررها، انتبه من أنك أنت تبدأ القناة بشراء معدات غالية الأثمان. ليش؟ لأن المعدات البسيطة تعطيك أكثر من اللي أنت تتوقعه. أنا اليوم عندما انطلقت اشتريت يمكن كاميرات، خسرت مبالغ، ولكن تلاحظ المشاهدات جدا قليلة، أيضا المسجلين في القناة يعني بعدد بسيط، على الرغم من أني أنا جالس أحط محتوى يهم كثير من المصورين. يعني وايد عندنا ما شاء الله الجيل طالع على التصوير، ولكن للأسف عندي مشاهدات جدا 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 ضئيلة، ولكن هذا ما يمنعني من الاستمرار. لهذا السبب أنصحك خذ كاميرات بسيطة. اليوم عندنا مثل الكانون اللي أنا حين أصور فيها، هاي كانون، والحلو فيها لما أضافوا عليها اللي هو منفذ الخاص في الميكروفون واللي حين نستخدمه هني الرود، وهذا الميكروفون موجود وايرلس بينقل لك الصوت حسب ما أنت تسمع الحين. إذا أنت حاب تأخذ بعد كاميرا أخرى تكون حجمها أصغر، بعد عندك الكاميرات الأكشن اللي مثل أوسمو أكشن وغيرها الجوبرو، وهاي كاميرات جدا قوية في التصوير، إلا أن بعض التحديات موجودة في تسجيل الصوت، وهي ممكن ناخذ فيها اعتبارات أخرى ونسجل الصوت من خلال أجهزة ثانية ملحقات نقدر نستفيد منها. ولكن هذه الكاميرات اليوم يستعطي نتائج جدا خطيرة، كذلك تساعدك أثناء التجوال وأنت تصور. الجوال أيضا، الجوال واحد من الأجهزة القوية جدا اليوم في التصوير، خصوصا بعد تنافس الكثير من الشركات أن تكون جودة تصوير الفيديو جدا عالية. فأنا أقول بعد حتى لا أنك تروح لشراء مثل هذه الأجهزة، تقدر تكتفي فقط أنك تأخذ إضاءة بسيطة إذا كنت بتصور في الاستوديو أو حتى في غرفة معينة، وتحتاج إلى الجوال. ممكن تشتري لك ترايبود وتثبت على أي ترايبود بسيط، واليوم تكلفة ترايبود جدا رخيصة وموجود بكثرة في السوق. الحين انتهينا من المعدات اللي هي التصوير اللي تقدر تجمع فيها الفيديوهات وتصور من خلالها. خلنا نروح على أجهزة المايك اللي ممكن أقدر أنا أستفيد منها. اليوم إذا حبيت أستخدم المايك اللي هو البلت إن في الأجهزة نفسها، ممكن يعطيك أيضا نتائج، ولكن ما بتكون بالنتائج اللي أنت تطمح لها. هناك بدائل، نعم موجودة بدائل للتصوير وتسجيل الصوت، وهذه البدائل قد تكون فيها تكلفة معينة، ولكن صدقني مو راح تخسر شيء إذا أخذتها. بإمكانك تستعين بجهاز الزوم، وفي هذا تقريبا أرخص جهاز موجود. ممكن تحط فيه بطاريات اللي هي من السوق، تشتري لك بطاريات ما يحتاج شحن، وميموري كارد وتخزن عليه الصوت. هني بتسجل الصوت بجودة جدا عالية، وعقب تعالج هذا الصوت على برامج المعالجة عشان تطلع نقاوة الصوت من الأشياء اللي فيها تشتتات أو النويز اللي ممكن يأثر على كلامك وانت تتكلم. قلنا يمكن هذا يعني مبلغ يمكن ما تصرفه على مثل هاي الأجهزة، ممكن تأخذ لك مثل هذا المايك. هذا المايك الحلو فيه ممكن توصله على الكاميرا اللي عندي الحين أصور فيها، كذلك ممكن حتى على كاميرا السوني ممكن أوصل هذا المايك إذا حبيت، بالإضافة لأني أقدر أركب على جهاز الزوم. إذا قررت أشتري ممكن أركب على جهاز الزوم، وإذا أنا حبيت أني أحطه على التليفون ممكن أستخدم خصوصا الآيفون أو حتى التليفونات الثانية، ممكن أحط أدابتر ثاني موصل إلى الهاتف. مثل هاي القطعة الحين اللي تشوفونها قدامكم، هذه أنا بإمكاني أركب عليها اللي هو المايك، ومن ثم أوصلها على الآيفون وأقدر أسجل الصوت وأحط المايك هذا، وجودة الصوت راح تكون جيدة.
تقلل من الهوى إذا كنت أنا في مكان خارجي وخايف إنه يكون إزعاج أو في أشياء تشتت مثل ما تقولون الصوت أو تخفي صوتي أنا. الحين الإضاءات، في إضاءات غالية وهاي اللي أنا ما أنصح فيها، وفي إضاءات جدا بمبالغ قليلة ممكن تستفيد منها. فلنفرض اليوم أنا حين جالس في هالمكان أنا أستخدم إضاءة واحدة الحين موجودة، هذه الإضاءة LED، وكل هاي الأشياء اللي بتكلم عنها اليوم راح تشوفون لها روابط موجودة تحت في الوصف، بإمكانك تروح وتختار أي واحدة من هاي الأشياء إذا أنت حاب تشتريها. وهاي الإضاءة LED أقدر أتحكم في درجة السطوع وأقللها على حسب الوقت أو المكان اللي أنا أصور فيه، بالإضافة لأني أستخدم إضاءة أخرى هاي راح تشوفونها بعد، هي إضاءة جميلة جدا وهي اللي تغير الألوان اللي تشوفون لون الأحمر في الجانب، وبإمكاني أغير درجة الألوان من اللون الأحمر لغيره أخضر وأصفر على حسب اختياري. كذلك عندنا هاي الإضاءة أنا تكلمت عنها سابقا على حسابي في الانستغرام، وقلت ان هاي الإضاءة اليوم تقدر تركبها على قطعة معينة اللي هي خلنا نقول هاي، وتثبت عليها الإضاءة بشكل ما بالطريقة هذه، او حبيت انك تخليها بطريقة ثانية اللي هو مقابلة لك اثناء التصوير. وإضاءة جدا قوية ورخيصة جدا، ويمكن ما تلقاها في السوق بعض الأسواق، ولكن في أمازون ممكن تدخل على السوق الأمريكي ممكن تلقاها، هي متوفرة في السوق الأمريكي. فهاي الإضاءة رخيصة، أنا شاري 4 حبات منهم يعني على أساس أني إذا حبيت أركب على كذا زاوية ممكن أركب وحدة هنا والثانية في مكان ثاني، إذا بستخدم اللي هي الأوسمو أكشن في التصوير في مكان يمكن يكون إضاءة جدا ضعيفة وتحتاج إلى تقوية الإضاءة. وآخر فقرة اللي بتكلم عنها هي المونتاج ما احتاج اني اخذ اجهزة مثل ما يقولون لابتوب، ولا بحتاج الى برامج غالية. اليوم عندنا اذا بغينا نسوي المونتاج على لوما فيوجن، وهو برنامج يمكن سعره ما بيتجاوز 100 درهم، او حتى عن طريق برنامج اخر اللي هو كاب كات وغيرها من البرامج اللي ممكن اعالج او اسوي الفيديو والمونتاج. هاي الأشياء راح نأخذها في حلقة أخرى، اليوم أكتفي بهذا القدر اللي هو عن الأكسسوارات والأجهزة اللي أحتاجها في تصوير وبداية القناة. وانتبه في المحتوى، ركز على محتواك أكثر من أنك تركز في المعدات اللي راح تشتريها. الكلام وطريقة الدخول على الحلقة اللي تجذب فيها المشاهد هو مهم جدا، احنا يمكن خسرنا هذا الجانب، والحين لو تحاول تعوض تحتاج لك جهد، ولكن إذا بتبدأ انطلق بقوة بطريقة صنع المحتوى، وحط لك طرق تجذب المتابعين عندك ويبقون عندك على طول ومستمرين في المشاهدة. ختام الحلقة، أشكركم على حسن الاستماع، ونشوفكم إن شاء الله في حلقات قادمة مع مونتاج الفيديو كيف معالجته من خلال البرامج المجانية.